السلام عليكم. النهارده ماتش الدور النهائي بين كليه علاج طبيعي وكليه حاسبات وذكاء اصطناعي. بنرحب بالساده الضيوف دكتوره سحر مؤسسه الاكاديمي العام لمجال التسويق الاليه، دكتور علاج سياحي مؤسسه كليه الطب البشري، دكتور نجيب حسونه مؤسسه كليه العلوم، دكتور اسماء سيدي مؤسسه كليه الطب الاسنان، دكتور علاء الدين مؤسسه كليه هندسه، دكتور شريف ممدوح مؤسسه كليه الاداب، استاذه غاده مدير عام شؤون تعليم الطلاب، استاذ كريم اداره العام لنادي الشباب. لا اهلا ومرحبا بيكم وشرفتونا، وان شاء الله يعني نتمنى ان حاجه تجيب حضراتكم، يعني ان شاء الله مسافر نجيب حضراتكم ان شاء الله. وبعد انتهاء المسابقه فاز المركز الثالث حاسبات براءه.